عقد مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين اجتماعاً مشتركاً لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. شارك السادة الحضور بآرائهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واستمع نقيب المحامين لكل الآراء. وأكد الحضور على رفضهم لبعض المواد الواردة في مشروع القانون، وطالبوا بضرورة إعادة المناقشة بشأنها. وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع السادة نقباء المجالس الفرعية، أولاً أعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي وما شابها من مخالفات دستورية والمقترحات البزيلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسمياً إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ثانياً، مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقاً لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن. ثالثاً، فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. رابعاً، اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات. وأخيراً، تؤكد نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.